راح ينضمنا الآن محمود نجار. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا أستاذ رقية على الاستضافة الكريمة. يا أهلا وسهلا بيك. أسمعك بوضوح. نعم طبعا. شكرا جزيلا. طبعا محمود النجار لأول مرة ويانا في الظهيرة، وهو صحفي استقصائي. يعني اليوم رح نتعرف عليه أكثر طبعا في هذا اللقاء، هو مدينة الموصل الغالية. محمود، نحكي بالبدايات، كيف بدأ عندك هذا الحس الصحفي؟ لأنه الآن رح نطلع على تجربتك، ورح المشاهدين يشوفون كيف كانت يعني البداية، وبعدين إلى أين وصلت بعملك الاحترافي. تفضل. نعم، تحية طيبة السيدات السادة الكرام، شكرا للشرقية على الاستضافة الكريمة. صراحة البدايات بدأت في مجال كتابة المقالات، الدفاع عن القضايا الإنسانية الموجودة في العراق، فكانت أول مقالة لي بعنوان اليد المنسية. نعم. اللي هي كانت الدفاع عن حقوق المرأة عام 2011، كان وقتها يعني عمري ما يقارب 18 سنة، كانت في جريدة الأفق الجديد. بعدها بمرور الأيام دخلت للكلية، ثم انضميت مع شباب في شركات إنتاج فني وسينما، اشتغلنا أفلام وثائقية مع الجزيرة، مع قنوات مختلفة أخرى. إضافة لذلك دخولي إلى مجال الصحافة والبحوث هو كان عبر الأحداث الجارية في مدينة الموصل، من دخله تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 للموصل ودمروا المدينة بنسبة 70 إلى 80%، وهجروا الناس، وكان هناك تدمير للمستشفيات والمدارس والكليات والمراكز الصحية، والبيوت تهدمت والآثار سرقت والأموال نهبت. بالتالي هذه الأحداث يعني الدامية اللي كانت موجودة بالموصل دفعتني أنه أروح للميدان، أروح للموصل، أروح للأماكن الملغمة اللي بيها جثث، اللي بيها مفقودين، اللي ما زالت ربما غير محررة بشكل كامل لأنها ما زال بيها متفجرات وما إلى ذلك. رحت على هذه المناطق لأنه في ذاك الوقت ما كان أكو صحفيين وإعلاميين هواية يروحون في هذه المناطق بسبب أنه يخافون. إضافة لذلك ما كان أكو جهود هندسية للبحث عن المتفجرات والتطهير وما إلى ذلك. وإضافة لذلك يعني كانت الشوارع مغلقة، يعني خصوصا بالمدينة القديمة الأزقة كلش ضيقة، يعني ما تمشي بها سيارات، فقط ربما بايسكلات أو مركبات صغيرة جدا، ماطورات وما إلى ذلك. فكان من الضروري أنه يكون هناك ناس صحفيين استقصائيين يكشفون الحقائق وماذا يحدث على بشكل حقيقي على أرض الواقع، شنو معاناة الناس، شنو مشاكلهم، شنو همومهم، ليش الإعلام ما يوصل لهذه المناطق. فبالتالي هذه كانت البداية، خلينا نقول إذا أسميها الاحترافية. عام 2014 دخلوا، فكنت أطلع بث مباشر، تعرضت لتهديدات وابتزازات كثيرة من ناس كانوا يهددون أقربائي اللي كانوا موجودين بالموصل، ليش محمود دي يحكي عن هاي المواضيع، وليش دي يكشف، وليش دي يحكي عن التحركات الأمنية بالتحرير، وليش دي يقول أنه مثلا تنظيم داعش سرقوا الآثار ودمروا منارات الحدباء وهجروا الناس. فهذه كانت البدايات. عام 2017 نعم كانت هي كيف أنه أدخل مع برفقة القوات الأمنية برفقة الصحفيين إلى المدينة، وكيف أروح على الجثث، وكتبت مقالات وقصص صحفية مع اليو اس اي توداي واشنطن تايمز. طيب محمود بس اسمح لي، كتبت مع محمود، تسمعني محمود؟ مع مواقع كثيرة. محمود اسمعني، أنت يعني تكلمت عن البدايات. نعم. وفي كثير أشياء حابة كنت أتوقف عندها. محمود، بعدين يعني احنا نقول احيانا مواطن يصير مواطن صحفي عندما يكون في مكان حدث ما، يتواجد ما، ينقل. لكن انت من كانت مثل ما ذكرت من بداياتك واللي شافتها مدينة الموصل من ويلات ومن نكبات واحداث مؤلمة، بدأ بانه بمسؤولية وبوعي كبير واضح من الفيديو بانه تتحمل المسؤولية وما تقف عند حدث معين، وانما تستمر وكتاب التقارير الى ان وصلت هذه التقارير الصحفية استقصائية بالارقام والاحصائيات، فوصلتك الى التعامل مع صحف عالمية. حدثنا عن هذه التجربة.
نعم صراحة احنا في يعني احنا في الصحافة كنا نعاني شلون من الممكن انه نوصل صوت الموصل وقضايا العراق بشكل عام الإنسانية إلى العالم. نعم. فبالتالي شفنا انه يعني الدول الغربية او الوكالات الكبرى والعظيمة شلون راح نقنعهم ونأثر عليهم حتى يبدأون بمساعدة الموجودين في العراق وفي الموصل حصريا. نعم. بالتالي اصدرنا يعني فيديوهات بعنوان نكبة الموصل وفيديو اخر عن تراث الموصل القديم بالارقام والاحصائيات وحتى ترجمناها يعني للغة الإنجليزية وهناك نسخ ترجمت الإسبانية والبولندية وحتى فيديو نكبة الموصل وصل إلى بولندا عن طريق صديق اسمه عمر. نعم. وأيضا فيديو آخر وصل إلى واشنطن عن طريق هذه الفيديوهات وصلنا صوت الموصل. نعم. من وصلنا صوت الموصل الناس والصحف والوكالات الأجنبية والعالمية رادت تعرف شنو فعلا دي يصير على أرض الحدث يعني. نعم. على أرض الواقع في الموصل. فكان من الضروري أنه نوصل مع الشباب اللي ساعدوني نوصل لهم هاي المناطق الجغرافية وهاي كاميراتنا وصلت وهاي الأرقام وهذا عدد المستشفيات اللي انهدمت وهذا عدد المدارس والكليات اللي هدمت. هل المكتبة المركزية خسرت أكثر من 880 ألف كتاب. نعم. وأطروحة وبحث تم حرقها بسبب الإرهاب بسبب تنظيم داعش. بالتالي من حاولنا نغطي هاي القضايا بطريقة دولية وتوصيلها إلى العالم الخارجي بدأ على أثرها تشتغل المؤتمرات المنظمات الدولية والإنسانية بدأوا يجون يشتغلون. إضافة لذلك صار المؤتمر الكويت لعائلات الإعمار. فهذه كانت الطريقة اللي شفناها الأمثل مع بقية الشباب المخلصين للمدينة. نعم. حتى نوصل صوت الموصل إلى الخارج. نعم يعني محمود يعني هي اعتمدت كوثائق. نعم ما سمعت السؤال. إذا ما قمت بتصويره أنت ومجموعة من الشباب يعني كتوثيق للأحداث اللي جرت تم اعتمادها من قبل مؤسسات عالمية ومثل ما تقول أنه كان في مؤتمر في بولندا تم الاعتماد على هذه الأفلام اللي وثقت كل ما مر على المدينة. وهذا شيء جيد لأنه أحياناً أي عمل شلون يعني إذا كان إلى أي تأثير ما معناه أنه أنت نجحت. نعم صراحة بعد هذا التقرير الاستقصائي اللي انطى معلومات حقيقية استنادا على وكالات أخبارية على منظمات دولية أممية كبيرة تم تحريك مجموعة من الشباب أسسوا فرق تطوعية أسسوا منظمات. هذول الشباب لولاهم لما كان سيتحرك المجتمع الدولي ولا الحكومات. طلعت فرق تطوعية ومنظمات إنسانية اشتغلت في مجال الإغاثة كتطوع معنا خلوا أجمل نينوى أولا وصل تصل منظمات كثيرة ثم خرجت منظمات تعمل على مجال التنمية وبناء قدرات الشباب كمنظمة ريادة ومركز الموصل ومنظمات أخرى. نعم. موصل سبيس وغيرها من المؤسسات التي بدأت تشتغل على مجال التنمية. ثم فيما بعد خرجت وكالات صحفية حتى تغطي الأحداث وترفع من القضايا الموجودة وتوصلها للعالم مثل منصة الموصل الإعلامية. ثم فيما بعد خرجت ثورة الدنابر التي شقت الأزقة وبدأوا يشتغلون بالآلة المعروفة العراقية بالدنبر يشيلون الحجر والحصو. نعم. كل ذلك ساعد المنظمات الإنسانية الدولية أن يدخلون إلى المناطق المنكوبة وينتشلون يعني اليو ام اس بعدها انتشلوا الجثث والمتفجرات وما إلى ذلك. لولا هذا الفيديو وبقية الجهود المخلصة من قبل شباب الموصل وشباب نينوى وحتى العراقيين اللي من البصرة ومن بغداد ومن الناصرية ومن كربلاء دزوا مساعدات وإغاثات لأهل الموصل لما كان هناك يعني ولو تخفيف قليل للأضرار الموجودة في مدينة الموصل. وهذا دليل أنه هذا العراق يعني جرحى واحد. بالتالي كلنا مسؤولين أنه نشيل ونخفف هموم الآخرين بأي منطقة من العراق. وهذا دليل على أنه العراقي صاحب نخوة وكرم بعيدا عن المحافظة اللي جاي بها وحتى الأفكار اللي يعتقد بها ويعتنق بها. فبالتالي هذا البلد بلدنا ونحتاج تحتاج إلى لمتنا ونوحد جهودنا حتى شوية نخفف من معاناة الناس وهموم هذول الشباب اللي ربما يحتاجون يشوفون ناس ملهمين ومبادرين حتى يبدون يشتغلون ويبنون. نعم. ويعيشون مع الأمل. نعم نعم.
والألم هو ألم العراق كله، مثل ما قلت هناك كانت يعني التعاطف ومن قبل كل الشباب وفي كل مكان في العراق يعني. طيب أنت الآن ذكرت أنه يعني من البداية كنت أنت وحدك، هاي كاميرتك أنت تنتج التقارير، أنت تكتبها، أنت اللي تصورها أكيد. يعني الآن بعد ما وصلت من هذه المرحلة، هل بعدك وحدك أم تعمل ضمن فريق، تستعين بفريق، أم بعده هو نفس الأسلوب مثل ما بديت به ولحد الآن باقي عليه؟ عفوا. نعم طبعا سؤال مهم جدا. اليوم يعني شباب الموصل، خلينا نقول بعد تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي، صار هناك انفتاح. أهل الموصل طلعوا لبغداد والبصرة وسافروا خارج العراق، مثلا تركيا، لبنان، عمان وبقية الدول، بدأوا يشتغلون بعقلية خلينا نسميها جماعية ومؤسساتية. بالتالي اليوم الشباب يحاولون أنه يوحدون جهودهم، أنه كلنا نشتغل لإنتاج مثلا فيلم وثائقي، يعني مثلا عام على تحرير الموصل اللي طلع من مجموعه من الشباب وشاركوا به مهرجانات دوليه، وحتى طلع على قناه الجزيره الوثائقيه زين، وطلعت فرق مسرحيه، طلعت مثل مسرحيات، مسرح المضطهدين بالشوارع. الكل ساهم في تحويل قضيه الموصل سواء اعلاميا او صحفيا او حتى فنيا الى الى الى, إلى بقيه دول العالم. بالتالي اليوم الشباب صراحه نحن نواجه يعني مشاكل، انه من نحصل على المعلومات، من نروح على هاي المناطق، في كثير من الاحيان ما نقدر نحصل على الكتاب الرسمي اللي نقدر نصور به، لانه اكو جثث واكو مثلا يعني مشاكل كثيره، اكو بعد مفقودين، الملفات اللي نحكي بها ربما في بعض الاحيان نتعرض الى يعني كلام والى تصفيق وما الى ذلك. لكن هذا الشيء طبيعي في كل انحاء العالم. التحديات اللي نعيشها ربما من رحم المعاناة احنا نطلع حتى نبني ونشتغل. بالتالي هذه دعوة. سؤالك جدا مهم ست رقية، انه انت قلتي هل بعدك تشتغل وحدك لو اكو تيم معك او فريق؟ هاي دعوة انه لازم نوحد جهودنا كلنا بمختلف اختصاصاتنا ووظائفنا حتى نساعد الموصل والعراق ونبنيه من جديد. صح ما نقدر نغير كل شيء، لكن ربما نقدر نساعد الناس واحنا نصير مثلا مثال للاجيال القادمة. فهذه رسالتنا، انه نوحد الجهود. لان الجرح واحد، واذا ما تكاتفنا ما راح يكون هناك تغيير بهذا البلد ابدا. محمود، البعض قد يظن بان كل التقارير اللي انت تسويها تكون بهذا الشكل. في تغيير في تقاريرك؟ هل هناك تقارير الجانب الاخر؟ هل في بالفعل انت اخذت قرار، مو قرار وانما تتغير الظروف، تتغير الوقائع، المعطيات، فانت اكيد واضح انه انت انسان ذكي وناجح في هذا المجال، فاكيد لابد انه طروحاتك ايضا تتطور بحسب المعطيات وبحسب المتغيرات. نعم صراحه يعني انا طلعت بهاي التحقيقات الاستقصائيه وحولتها من تحقيقات يعني خلينا نقول تحريريه الى تحقيقات مرئيه وفيديو حتى تاثر بالعالم بشكل طبعًا اكبر. طبعا قضيه احنا مهمه، اليوم محتاجين الى انه ننطي معلومات للناس، ننطي حقائق طبعا بكل تاكيد. فاني في تلك الفتره الناس تريد تعرف ايش قد خسرت، ايش قد تحتاج طبعًا من اعاده اعمار، ايش قد احنا خسرنا من مستشفيات. نعم لذلك كان تلك الفترة ضروري أنه نطلع بهذه الطريقة. لكن المرحلة القادمة أنا أحاول أنه أروح أدخل إلى قضايا الناس البسيطة مثل قضية انتشار فيروس كورونا وماكو أكسجين وماكو أجهزة طبية، الناس تموت بالشوارع، مستشفيات كلها مهدمة. ثم فيما بعد قضية التعليم، أنه أروح للتعليم، ليش أكو مشكلة بالتعليم، ليش جامعاتنا مهدمة، ليش اللي يتخرجون ما يلقون وظائف معينة. فاللي أقصده أنه ليش أنه أحول هذه الأرقام والإحصائيات إلى عمل آخر جديد ربما يكون مكمل ولا يتناقض معه، لكن شنو راح يكون بشكل مخصص أكثر ويدخل إلى هموم الناس ومشاعر الناس وينقل صوتهم من أصواتهم هم. وربما أيضا راح أنه أحاول أنه أستضيف أيضا ناس آخرين مسؤولين
حتى هم يجاوبون الناس وتكون هناك شفافية، وبالتالي هذا دليل أنه إحنا رايحين إلى 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 مستوى الديمقراطية. نعم. ما بين الشعب والسلطة حتى نصل إلى حلول مشتركة. إحنا بالنهاية نريد إصلاح هذا البلد. إذا كنا نادينا بالتسقيط وبالتدمير واتهامات ونشوه هذا ونحكي على هذا، ما راح يكون هناك إصلاح. بالتالي إحنا الشعب والسلطة والصحفيين وكافة الاختصاصات المختلفة بالعراق، نعم، مسؤولين عن خيار البناء، وكنا لازم نمضي نحو هذا الهدف. ممتاز 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 أنه أنت تتحرك باتجاهات أخرى، لكن كلها ضمن الإطار الإنساني والنهج اللي أنت اختطيته من أول يوم إلى وإن شاء الله إلى القادم. نذكر أنه محمود النجار هو أيضا طالب دكتوراه في إدارة المؤسسات الصحفية في ماليزيا، أتمنى لك كل التوفيق. ومحمود النجار طبعا مثل اليوم تعرفنا عليه، يمكن كثير منكم ما سامع به، لكن هو اليوم طلب الظهيرة. احنا حبينا نسلط الضوء على تجربته المميزة. ممكن شخص واحد يتحمل مسؤولية، يكون بهذا الوعي بهذا الذكاء، انه ينقل قضية وطنه، قضية مدينته الى 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 اماكن بعيدة. ممكن يعني مثل ما قلت، هو تعامل مع محطات عالمية وتعامل مع صحف عالمية، تبنت قضيته. وكنت مدعو، لقيت محاضرة في بولندا، صح؟ هاي المعلومة محمود شاركت؟ لو كان فيديوهاتك حاضرة، أقول في هذا المؤتمر اللي صار في بولندا كنت حاضر، طلعت محاضرة، لو فيديوهاتك عرضت هناك. لا لا والله للأسف، تعرفين احنا عراقيين جوازنا صار للأسف أسوأ جواز في العالم، فوقتها ما قدرت أحصل. يعني مو كانت فقط بولندا، عرض في لندن وفي واشنطن وفي بولندا، وثلاثتهم ما حصلت الفيزا للأسف الشديد. ولا كنت حتى في وقتها كنت أعمل في منظمات إنسانية بالمخيمات، منظمة دولية، وكانوا أخذت يعني هذا الفيريفيكيشن، هذا التأكيد، وهاي ريكومنديشن وما إلى ذلك. بس ما حصلت فيزا للاسف. لكن المهم مو محمود يروح هناك. نعم، المهم قضيتك وصلت، صوت الناس وصوت الشعب والحقائق. نعم. حقائق العراق تصل لهناك. نعم نعم، وهذا اللي انا اكدت عليه بكلامي. فاليوم احنا تعرفنا على شاب عراقي يحمل من الوعي الكثير، من المسؤولية، من الوطنية الشيء الكثير. أتمنى للموصل وكل محافظات العراق الأمان والاستقرار والسلام، وأن تنعم كل شخص عراقي في أي مكان بالعراق ينعم بالحياة الكريمة. محمود، أنا يعني طامع فد شيء، طامع أنه أضمك للظهيرة وتسوي لنا تقارير يعني استقصائية. شنو رأيك؟ والله شرف كبير لي ست رقية، انت واستاذ فراس السراي. قبل ما اطب على الاستوديو بساعة فاجأني، قال شنو، هل من الممكن انه تشتغل معانا وتنتج لنا وتتعاون معانا؟ قلت يابا، اذا انا ما اشتغل معاكم اشتغل ويامنا. انت الشرقية، صوت الناس اللي تنقلون الحقائق، تنقلون الوقائع، وخصوصا برنامج ظهيرة الجمعة. يعني انا البارحة نزلت منشور على الفيسبوك، راح ونزلت صورتي وصورتك. مع الاسف ما شفته، تشرفت انه اكون مع الست رقية. انا هاجر الفيس مع الاسف ما شفته. راح ادز لك اياه. فشنو كانت ردود الافعال؟ راح ادز لك اياه ان شاء الله. فردود الناس، ردود الناس كانت يعني يمكن بحياتي اقوى بوست بحياتي. فكانت ردود الناس جدا جدا يعني كلش معجبين بالموضوع ومستجيبين، خصوصا برنامج ظهيرة الجمعة، وكأنه أقرب برنامج للناس. ليش؟ لأنه برنامج يبتعد عن الاتهامات والتسقيط، يحاول يركز على أنه شلون يطلعنا من الخراب والدمار والحروب اللي عايشين بيها إلى الأمل، حتى نمضي بحياتنا ونبني، كافي نلتفت لي وراه. فهذا يحسب لبرنامج ظهيرة الجمعة، وأنا متشرف جدا أنه أعمل مع الست رقية ومع الأستاذ فراس السراي وكل كادر الشرقية، وإن شاء الله أكون بقدر المسؤولية وعد حسن ظن الجميع، ونسوي شيء حلو واحترافي ويليق بهذا البلد العراق. إن شاء الله إن شاء الله. محمود، كل الشكر والتقدير لك وكل التوفيق أكيد.